فياض جاب البنت معه على بيته، شو ساوي معلم؟ فتح لي عيونك وبس. بدي أعرف بكل حركة عم يساويها لنشوفك يا سامي بيك. أنت راح تعرف إنه سوزان معنا بالبيت. هذا خلص كمان. طلب لي كاس بدي أشرب. شو قصدك شاهيناز؟ راح أطلب الحساب، خليه غير مرة. الحساب بالله. بس أنا لسه بدي أشرب سامي، بس كاس. هالعجلة هي لشو؟ الوقت قدامنا. خلص بقدر أشرب من الكاس تبعك. تمام، كله رواق. يلا شاهيناز، يلا أمي، رح نمشي هلا. احملي جزدانك. يلا أمي سامي، أنا فتل راسي. تعالي يلا. شوي شوي سامي، حاسة الدنيا عم تدور حوالي. طيب تحمل شوي، رح أخذك على البيت. ماشي يلا. روق بدي ارتاح هون شوي بس. عادي. راجع لك، ما بطول عليك. مرحبا. أهلين أستاذ، بشو فيني ساعدك؟ لو سمحتي لازمني غرفة. لكم ليلة؟ كم ساعة؟ مرتي تعبت شوي مشان ترتاح. طيب رح شوف. في عنا، أعطيني الهوية لو سمحت. تفضل. ممكن تبعتي لنا 2 قهوة؟ تكرم عينك. امشي معي، قومي لحتى نطلع. يلا تعالي. شو بدك؟ انا ما عم بتطلع فيك. بلا عم تطلع. شو لا ما عم تفهم؟ سعيد، روق واهدى وتبوط اعصابك. معلش بكرة بتتعلم لحالك، وإلا هيك بتضيع. عود يلا. عراسي كلامك، بس أنا هون ماني بقيان. لازم تنكشف الحقيقة بأقرب وقت، لا أوصل لسوزان وأنقذها من إيدين سامي. خلاص كيف؟ تحسنتي ما؟ ايه. يا ريتنا ما نمشي ونضل سوا. شاهيناز ما عاد بدك ياني بلو. طيب معناتها ليش لا تصالحني؟ انت شايفة انه ما بدي اياكي.
شو ما رح تاخذني على البيت؟ ليك رجعني لأنه سامي هلأ بيدعي. أنت هون بيتك معي أنا وبس، وأوعيك تنسي اللي قلته. أنا من سنين طويلة وأنا عم بحلم إنه يجمعني فيك سقف واحد. سامي رح ينشغل باله. إيه لجهنم سامي. أنت قلت لي تعي نشوف الخالة. هو هيك هلأ منطلع بشي باص ومنشوفها بإزمير بكرة. يعني الخالة مو هون؟ كذبت علي؟ سوزان ما في حدا غيرنا هون. شو خفتي؟ سوزان شبك؟ لا تخافي لأني الإنسان الوحيد يلي ما بيأذيكي أبدا. أنا بدفع روحي كرمالك سوزان، كرمال شعرة واحدة من شعراتك هدول. وأنا أنا فيني طول بالي عليك، لأنه لا تفكريني واحد قليل الأصل. ناستي نامي، كنتي نامي، ما تخافي مني. فترة حبسك رح تنتهي سعيد. ايه ما ضل عنا غير حكم النيابي والقاضي، يا بتطلع اليوم يا اما بتضل. رح طق من القعدة هون، مو طالع بايدي ساوي شي بنوب. قلت لك محمود باعتني وهذا الكلام منه. اصحك تعلق مع حدا، وين ما رحت انت رح نكون جنبك، وطول ما بتحبها للبنت ومتمسك فيها نحن رح نساعدك. شكرا جلال، معروفكم ما رح انساه بحياتي. علاقتنا هي مو بس للصبح، لآخر العمر. نحن اللي بيحلب معنا صافي بيكون أخونا وأكتر. خلينا رفقة أحسن من الأخوة. وين يا؟ فياض أنا بدي روح من هون. من اليوم ورايح نحن على الحلوة سوا وعلى المرة سوا. امشي معي يلا. لوي منروح أزمير نسترجع ذكرياتنا الحلوة هنيك، وقت اللي كنت غايبة صمدت مصاري كتير لنفتح محل ولحتى نستأجر بيت ونكون مبسوطين. شو؟ كأنك ما رح تجي بالذوق. شو هالحكي؟ وين بتروح بكون معك؟ يا حبيبتي انت بس انا ضايخة لأني جوعانة. لك خسا الجوع خسا، انا رح احضر لك اكل. ريت شيلي من ايدك، ما رح تحتاج التليفون، انا جنبك. جازي حالك، ناكل على الطريق. فياض انا لازم امرق على البيت بالاول. ليش شو لك شغل بهداك البيت؟ اصلا هن هالكم غراض اللي الي بدي اجيبهم من هنيك وبس، ما منتاخر كثير. خلص بشتري لك من ازمير. يلا تذكرت ما رح يلزمنا مصاري، انا معي شوي.
كمان عندي مجوهرات. عندك مجوهرات؟ ايه ليك الله يوفقك. انت مو بتحبني؟ ناخذهم وبس، وعد. ماشي يلا. لك انا بدبح حالي بالسكين وما بزعلك. فياض اخذني عبيته وحابسني، انا خايفه كثير. عمل الواطي. ان الرقم المطلوب مغلق او خارج نطاق التغطيه، اعد الطلب بعد قليل. يا الله انا شو سويت بهالبنت. حبيبتي اضطريت انه اطلع لانه عندي اجتماع ضروري، لا تزعلي وسامحيني على كل شي بعمله. ليش بيجي من قلبي اني ما سامحك؟ لو تعرف شو بحبك. سلمون. ألو نعم؟ مين أنت؟ مو ضروري تعرفي مين أنا، اسمعيني منيح. المهم كأنك غلطان بالرقم. أنت المدام شاهيناز ما؟ أنا مين معي؟ زوجك عم بيخونك يا مدام. شو؟ سوزان مو ضايعة، جوزك مخبية عنده. إذا ما أنك مصدقة فيك تشوفي بعيونك. تعالي هلأ على المزرعة القديمة. شوفي قول خليل ماني فاضي لك. انت التاني خير؟ خير؟ عم تدور على حبيبتك مضيعها مو؟ انت شو عم بتقول؟ ما في معك وقت لهيك، رح احاكيك بسرعة. عنوان سوزان صار معي. شو؟ صوتك معطلع ما؟ توقعت يا واطي انك ورا هالقصة هي. لا هي يا زلمة، انا ما لي دخل بأي شيء. القصة وما فيها اني بشوف منيح. حاجتك لعيقول كل يلي عندك. تعالوا. انت الزوم عم يمشي معك، ناقصك ترباية. الله يوفقك، لو سمحت التوبة. رح تروحي لوين ما بدي وغصب عنك. إذا بتطالعي نفس واحد رح أطلع بروحك. فهمتي؟ عملت حسابي انك رح تهربي، اخذت احتياطاتي. تحركي. روقي لا تخافي، انا ما رح اذيكي. سامي هلأ جاي لبين ما يوصل فوتي، ولا تحكي مع حدا أو تردي على التليفون ماشي؟ أنت حياتك هلأ بخطر، أنا رح ضل واقف هون ليوصل سامي. فوتي لجوا. شو فاجأتك سامي؟ ليك مين لقيت هون بالبيت؟ شوف سامي، نحن عم ندور على سوزان وهي ببيتنا ومو عرفانين. شو متفاجئ كأنه؟ ما كنت متوقع تشوفني هون ما هيك؟
وسوزان تفاجأت بشوفتي، وعقد ما تفاجأت نسيت حتى اسمي. شاهيناز، قبل ما تحكمي علي لازم تسمعيني. الموضوع مو بهالسهولة. انت منيحة؟ ما عم استوعب الفكرة. بالأول إجا هداك فياض وخطفني، وبعدين في زلمة ما بعرفه إجا وأنقذني وأنا ما عمل لك شي ما هيك؟ سوزان منيحة سامي، أنا الضحية وماني منيحة. أنت كيف بتكذب علي هيك؟ شاهيناز اهدي شوي، الوضع مو مثل ما أنك مفكرة، وحياتك رح أحكي لك. أنت إجيت طلبت نتصالح ونرجع زوجين كمان، أنت طلبت نرجع المي لمجارية. كيف؟ ومبارح بالليل يلي صار بيننا بالفندق، شو ليش ما عم ترد علي؟ انت مبارح بالليل كنت معه؟ اوعك تقولي معه. مع مين بده يكون لكان غير مع مرته؟ سامي، هي مرتك عن جد؟ سوزان، أنا كنت اليوم ناوي خبرك. لك أنتوا الاثنين شو عم تحاولوا تعملوا؟ شو عم تخرفوا؟ فهموني، عملت حالة ما بتعرف اسمي وهلأ ما بتعرف إنك متزوج. أنا مرته لسامي وبتعتبري أخوكي، ابن عمك أنا بكون مرته. أنت ابن عمي؟ نسيتي عمك كمان؟ يا عيب الشوم عليك يا خاينة، حتى عمك ما احترمتي. سوزان؟ لك انت شو صاير لك؟ فهميني شو عم تساوي بنص الطريق؟ روحتي لي السياره وكنتي رح تروحي حالك، لانه سوزان؟ انا كان اصلي مجانين. سوزان انت منيحه؟ شو صار لك؟ احكي. سوزان طمنيني، انت منيحه ما هيك؟ انت كذبت علي، انت كذبت علي. ما كذبت عليك، روقي شوي. هلا مين رح يصلح لي السياره؟ لا تهكلها، انا بصلحها. اكيد انت رح تصلحها. طول بالك شاهيناز، سوزان واصلة لمرحلة منهارة، خلينا ناخذها على المشفى بسرعة. لما يصير الوقت رح أحكي لك كل شيء، ويلي رح أقوله رح يكون هدية لك. بس أخي أنا ما بدي منك هدية، كل شيء بدي إياه من هالدنيا شوفك مبسوط وبس. نحن أولاد اليوم، والقصص القديمة لازم تتركها، ما بدي إياك تندم أخي. حتى لو فكرت إني أتركها، بس الماضي ما بينتسى. رح تنساه مفهوم؟ لك يا ريتني ما قلت لك شو عمل معي سامي بهداك اليوم. منيح يلي حكيتي لي لحتى دفعوا تمن الشي اللي عملوا معك. بيان لا تخافي، ممنوع انك تخافي من اي شي، واذا في حدا لازم يخاف هو سامي. يلا اختي كلي. بتحبي تروحي على الجنينة؟ لأنه الجو كتير حلو. مو جاي على بالي اطلع اليوم. بيان، قعدتك هون بالبيت طولت مو؟ بس أنا مبسوطة بالبيت، مو حابة اطلع من البيت بنوب، خلص خليني هون. شو نامت؟ معناتها هلأ صار فينا نحكي، في كتير حكي بدك تقلي اياه. بصراحة سعيد محبوس يا معلم، وفي واحد عم يتحركشه بس نحن تصرفنا. نفسيته كيف؟ مقهور كتير من وضعه. طبعا هو مو مثلنا،
الشاب طول عمره عايش بالعز وفجأة بفوت على السجن، إجباري راح ينهار. وشافها للبنت يلي بيحبها؟ إيه شافها، بس للأسف هي ما قدرت تعرفه. معناها لقاها لسوزان باسطنبول. الحمد لله. الله يوفقك محمود، خلينا نروح نزوره، لازم نعمل له شيء. بس عم بيقولوا مدير المخفر ما عم يسمح بالزيارة، مو هيك؟ أكيد بتقدر تلاقي حل، والله بالي مشغول عصبي. حاول تزبطها. أنت بتأمري أمر يا عمري، بس بالأول خليني أشوف المحل يلي بدنا نروح نشتريه، وبعدين فورا بأخذك لعنده. منال شكرا لأنك أجيتي. سعيد أنا أكثر من ألف مرة قلت لك أنا ما فيني أعيش بدونك، بترجاك لا تعمل هيك. حاولت كتير أني خبيك وقلت لك لا تطلع من عندي من البيت، بس شو جاية مشان تزيديه علي؟ روق، ليش أجيتي؟ طول بالك، أنا ماني جاية أفتح دفاتر قديمة، جاي أشوف إذا لازمك شي. اللي أنا مو لازمني شي بنوب، كل يلي بدي إياه أطلع من هون، وهذا الشي مستحيل. ما في شي مستحيل نعمله، أنت ما قتلت حدا، رح وكلك محامي طالعك من هون ورح تطلع بأقرب يوم، وخليه رح يغير إفادته بالقضية، رح أعمل كل جهدي. شو بدك تضل هيك ساكت؟ شاهي مو قبل ما تقولي انك رح تصدقيني. شو عندي حل تاني غير اني صدقك ونرجع نعيش مع بعض مثل ما كنا من قبل؟ بصراحة يلي نحن عايشينه هلأ مو وضع. طيب حاول تحط حالك محلي سامي، كون رايحة لحتى شوفك بقوم بلاقي سوزان، وانت كنت قايل لي انها مفقودة ومو مبينة. طيب خلص رح احكي لك كل شيء، بس بالاول بدي اسألك، فيني افهم شو خطر لك تروحي لهداك البيت؟ يعني لو ما كنت شايفتها لسوزان بعيني ما كنت رح تخبرني ما؟ لا يا شاهيناز لا، بس انا المفروض اني اعرف. فقت الصبح وما لقيتك، وانا طالعه اجاني تليفون. من مين؟ ما بعرف سامي، صوت غريب علي، قال لي زوجك عم يكذب عليكم وسوزان ما لها مفقودة وهو اللي مخبيها. هذا الشيء كنت متوقعه. سامي ما عم افهم شيء من اللي عم تقوله بنو. شاهيناز مو ملاحظة انه هو عم بيحاول يوقع بيناتنا انا وياكي؟ امبارح بالليل فياض خطفها لسوزان، واليوم الصبح رجعها، اليوم اتصل فيني شخص وخبرني بهذا الشيء كله وخلاني يروح لهنيك مثل المجانين، وحكى معك، يعني صارت باينة القصة ما هيك؟ بس انت كنت مخبي سوزان ما هيك؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.